بسم الله الرحمن الرحيم. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 38 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 32 بعد 100، وهي قوله تعالى في سياق قصة سيدنا موسى مع فرعون والسحرة: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. هذا اسمه العناد في قبول الحق، هذا اسمه التأبي. معصية التأبي والعناد والكبر والرفض من أكبر المعاصي. الشيطان قال: أنا خير منه، أبى أن يسجد وكان من الكافرين. عدم سجوده بدافع الكبر ودافع التأبي ودافع العناد. أما سيدنا آدم أكل من الشجرة، قال فنسي ولم نجد له عزما. الفرق كبير جدا بين معصية العناد والتأبي والكبر وبين معصية الغلبة. لذلك ورد في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أن شارب خمر لعنه بعض الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله. مغلوب على أمره. يعني هذا درس لنا. قد تجد عاصي لكن يبكي في الليل من معصيته، يتألم أشد الألم، يذوب خجلاً من الله عز وجل في ساعة غفلة غلبته شهوته. هذه معصية ولكن صاحبها أقرب إلى الله ألف مرة من إنسان يعصي الله كبراً وإباءً واستعلاءً. لذلك قال بعض علماء القلوب: رب معصية أورثت ذلاً وانكساراً خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً. هنا في استهزاء، وين استهزاء؟ وقالوا مهما تأتنا به من آية، هي عندهم ليست بآية، هي عندهم نوع من السحر.
والدليل لتسحرنا بها. قالوا كلمة آية استهزاءً، يعني على حد زعمك أنت تدعي أن معك آيات، مهما تأتي به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. لذلك قال بعض الحكماء: لم أجد أشد صمماً من الذي يريد ألا يسمع. في إنسان له موقف، هو بالمناسبة هل تعتقد أن إنساناً عاقلاً تأتيه رسالة يمزقها ولا يقرأها؟ أقرأها، مزقها بعد قراءتها، يتأبى أن يقرأها. يعني في حالات كثيرة يرفض أن يستمع إلى شريط، يرفض أن يأتي إلى مسجد، يرفض أن يتابع حديث عن الله عز وجل. ما دام الحديث في الدنيا جالس، فإذا ما جعلت موضوع الحديث عن الآخرة وعن هذا الدين العظيم اعتذر. أذكر مرة التقيت مع مندوب شركة، حدثنا بكلمات معدودة عن خالق السماوات والأرض، لم يسمح لنا أن نتابع الحديث. قال: هذه الموضوعات لا تهمني أبداً، ولا أعبأ بها، ولا ألقي لها بالاً. أنا يعنيني في الحياة كلها امرأة جميلة ومركبة فارهة وبيت كبير فقط. أغلق بحياتي، ما تزوقت الآية الكريمة: ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم. ما فيهم خير. أنا أطمئنكم، إذا واحد ينطوي على واحد بالمليون من الخير الله عز وجل يسمعه الحق. الدليل: ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم. أما إذا أسمعهم وهم رافضون للحق تولوا وهم معرضون. هؤلاء النماذج لا تعبأ بهم، لا تهتم بهم، لا تلقي لهم بالاً. مرة كنت في بلد بعيد في أستراليا، واحد كنت على الهواء في برنامج إذاعي، فجاء سؤال، هو الحقيقة ليس بسؤال، تعليق خبيث جداً، أنه هذا الدين الإسلامي دين القتل ودين الجهل ودين الإرهاب ودين الجريمة ودين ودين. ومتى قال هذا الكلام؟ قبل نهاية البرنامج بدقيقة. فقلت له: هذه التهم الكبيرة التي ذكرتها نحتاج إلى تفنيدها إلى ساعات، ولكن أجيبك إجابة مختصرة موجزة: ما ضر السحاب نبح الكلاب، وما ضر البحر أن ألقى فيه غلام بحجر، ولو تحول الناس إلى كناسين ليثيروا الغبار على هذا الدين ما أثاروه إلا على أنفسهم، ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم. أيها الإخوة، هذه النماذج موجودة، لا تعبأ بها. فذكر إن نفعت الذكرى، لا تلقي الحكمة لغير أهلها فتظلمها، ولا تمنعها أهلها فتظلمهم. فذكر إن نفعت الذكرى. هؤلاء دعك منهم. وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. هذا الذي رسم رسوماً أراد تشويه سمعة النبي عليه الصلاة والسلام، والله الذي لا إله إلا هو، يعني أريد أن أرسم لكم حقيقته. إنسان بأعلى درجات الغباء،
وأعلى درجات الحمق وأعلى درجات المحدودية، توهم أنه ببصقة واحدة يطفئ الشمس. الشمس لسان اللهب طوله مليون كيلومتر، الحرارة هناك في مركز الشمس 20 مليون درجة، السطح الحرارة 6000 درجة. توهم أنه ببصقة واحدة يطفئ الشمس، فتوجه نحو الشمس وهي في كبد السماء، وجعل وجهه موازياً لقبة السماء، وبكل عزم أخرج من فمه بصقة ارتفعت 30 سنتيمتر ثم ارتدت إلى وجهه، وبين وجهه وبين الشمس 156 مليون كيلومتر. إله عظيم، نبي كريم، دين قويم، قرآن كريم، هذه ثوابت. لولا أن هذا الإسلام دين الله لانتهى من 1000 عام. هذا الإسلام كلما أردت أن تقوضه يزداد قوة. دخلت مرة إلى متحف في بلد إسلامي، رأيت ساعة قد ثبتت على 9 أو 5 دقائق، سألت حكم هذا البلد في مطلع عصر النهضة إنسان أراد إلغاء الإسلام، لغى الحرف العربي كلياً، منع ارتداء الزي الإسلامي، يعني أراد أن يقطع كل صلة بين هذا البلد وبين الإسلام، أراده بلداً غربياً إباحياً متفلتاً. فلما رأيت أن هذا الإنسان قد مات وأن الإسلام في هذا البلد في أعلى درجات القوة، قلت سبحان الله، يأتي إنسان أحياناً ليلغي الإسلام، هكذا قلت بالضبط، فيفتص والإسلام باق إلى يوم القيامة. ما ضر السحاب نبح الكلاب، وما ضر البحر أن ألقى فيه غلام بحجر، ولو تحول الناس إلى كناسين ليثيروا الغبار على هذا الدين ما أثاروه إلا على أنفسهم. لذلك صناديد قريش، زعماء قريش، أغنياء قريش، أقوياء قريش، الذين دانت لهم الجزيرة العربية، أين هم الآن؟ في مزبلة التاريخ. والشباب الضعاف، سيدنا بلال عبد حبشي، سيدنا صهيب، هؤلاء الصحابة الضعاف الفقراء الذين وقفوا مع النبي، أين هم الآن؟ في أعلى عليين، في لوحة الشرف عند الله عز وجل. لذلك أكبر خطأ يرتكبه الإنسان أن يكون في خندق معاد لهذا الدين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. لا تقلقوا على هذا الدين، إنه دين الله، ولكن اقلقوا ما إذا سمح الله لكم أو لم يسمح أن تكونوا جنوداً له. ولا تقلق على هذا الدين ولو كان الباطل قوياً، لكن الخطورة أن ينفرد الباطل بالساحة، لو في بقعة ضوء صغيرة هذه تتنامى. والله أيها الإخوة، حرب عالمية ثالثة معلنة على الإسلام، لكن الإسلام ينمو نمواً عجيباً، ينمو نمواً عجيباً أينما ذهبت.
الخلاص في الإسلام، حتى إن بعض المفكرين الكبار الذي هداه الله إلى الإسلام قال: أنا لا أصدق أن يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب على الأقل في المدى المنظور لاتساع الهوة بينهما، ولكنني مؤمن أشد الإيمان أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين، لا لأنهم أقوياء ولكن لأن خلاص العالم في الإسلام. لكن الشرط أن نحسن فهم هذا الدين، وأن نحسن تطبيق هذا الدين، وأن نحسن عرض هذا الدين. وقالوا: مهما تأتنا به من آية. كلمة آية من قبلهم نوع من السخرية، ومهما تأتنا به من آية على حد زعمك لتسحرنا بها لأنك ساحر. طيب أولم يروا السحرة المحترفين؟ أولم يروا كبار السحرة؟ أولم يروا هؤلاء السحرة الذين وعدهم فرعون بعطاء جزيل وتقريب شديد كيف خروا لله ساجدين وقالوا: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون؟ وكيف أنهم قالوا لفرعون: وما أدراكم ما فرعون؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أولم يروا هؤلاء السحرة المحترفين كيف خضعوا لرب العالمين؟ لكن الكافر لا يعتبر. هذا موقف، موقف معاند. مثل هذا النموذج لا تلقي له بالاً ولا تعبأ به، لأنه يبحث عن مكاسب لا عن الحقائق. يعني لا بد من شرح قصة أرويها كثيراً. واحد يعمل على حمار لنقل حاجات الناس، ليس له في الدنيا إلا هذا الحمار. مات الحمار، انقطع رزقه فجأة، دفنه في مكان وأنشأ فوق قبره أربعة جدران وقبة خضراء، وعمل على النافذة شموع وسمى اسم ولي كبير، وأوهم الناس أنه ولي كبير. فجاء الناس من أطراف البلاد يتبركون بهذا الولي ويقدمون له الأضاحي والحاجات الثمينة، فهذا عاش ببحبوحة أنسته كل أيام الفقر، عاش ببحبوحة لا توصف. هل بإمكانك أن تقنعه أن تحت هذا البناء حمار مدفون؟ يطلع بروحك، مع أن قناعته أن تحت هذا المكان مدفون حمار أكبر من قناعتك أنت، لأنه دفنه بيده. لكن المنتفع لا يناقش، خذوها قاعدة، المنتفع بفكر معين لا يناقش، والذي يناقشه يعد أحمقا، والقوي لا يناقش، والغبي لا يناقش، وقد يجتمعون بواحد. لا تحاور مثل هذا الإنسان، منتفع، هذا منتفع بهذه الفكرة التي روجها بين الناس. المنتفع لا يناقش، والقوي لا يناقش، والغبي لا يناقش، وقد يجتمعون بواحد. لذلك مثل هذا الإنسان دعه، لا تلقي له بالاً، لا تلتفت إليه. وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ولكن أيها الإخوة الكرام، لو مثلت الدين
بقوانين مادية، قانون السقوط. المظلي لماذا يصل إلى الأرض سالماً؟ لأنه تأدب مع قوانين السقوط، نزل بمظلة، والمظلة مساحتها كبيرة جداً وقماشها أصم من أجل أن تقاوم الهواء، فإذا قاومت الهواء نزل بسرعة معتدلة إلى أن يصل إلى الأرض واقفاً. فإذا إنسان كان على متن طائرة وقال أنا هذا القانون لا أعتد به ولا أؤمن به، هذا دجل، هذا كذب، هذا قانون من مخلفات الماضي، وسأنزل بلا مظلة. دقيق، هل يستطيع هذا الإنسان الأحمق أن يوقف عمل القانون به؟ ينزل ميتاً. يعني أنت سواء آمنت بهذا القانون أو لم تؤمن، حكمه نافذ فيك. فكرة دقيقة جداً، سواء آمنت بهذا القانون أو لم تؤمن به، سيان، حكم هذا القانون نافذ فيك آمنت به أو لم تؤمن. لذلك قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. رفض الدين، إذا رفضت الدين ألا تموت؟ في موت، في قبر، في حساب. لكن بين أن تصحو قبل فوات الأوان وبين أن تصحو بعد فوات الأوان، أن تصحو بعد فوات الأوان خسارة ما بعدها خسارة. فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. متى عرف الحقيقة؟ بعد فوات الأوان. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أخواننا الكرام صدقوا، على الأرض في 6,000,000,000 إنسان، هؤلاء جميعاً على اختلاف مللهم ونحلهم وأديانهم ومذاهبهم وطوائفهم وأعراقهم وأنسابهم، هؤلاء جميعاً عند الموت يقرون بما جاء به الأنبياء، ولكن بعد فوات الأوان. يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. أيها الإخوة، لئلا نعرف الحقيقة بعد فوات الأوان ينبغي أن نعرفها الآن قبل فوات الأوان. هذا كلام الله، هذا كلام خالق السماوات والأرض. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام خاطب قتل الكفار في بدر واحداً واحداً بأسمائهم، لقد وجدت ما وعدني ربي حقه فهل وجدتم ما وعد ربكم حقه؟ قالوا يا رسول الله أتخاطب قوماً جيفوا أصبحوا جيف؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبونني. والله أيها الإخوة، الإنسان حينما يكشف الحقيقة عند الموت يصيبه ندم
لو وزع على أهل بلد لكفاهم. والله والله يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا. أنا بعرف إنسان كان تاجر متألق جداً، لكن بعيد عن الدين بعد الأرض عن السماء، غارق في كل المعاصي والآثام، أصابه مرض في الدم، ما بلغوا، ظنوا مرض عارض، لكن بعد أشهر علم أنه مرض خبيث، فأصبحت تأتيه موجات هستيرية، يقول ما بدي موت، تجي نوبة، إلى أن وافته المنية، يقسم لي أحد جيرانه وهو في الطابق الرابع أنه عندما جاءه ملك الموت صاح صيحة ما بقي في البناء كله واحد إلا سمعها، يصعق الإنسان. لذلك المؤمن حينما يرى مكانه في الجنة، مقامه في الجنة، يقول لم أرى شراً قط. لابد من فكرة، العز بن عبد السلام هذا العالم الكبير الذي قال عنه الظاهر ببرس: والله ما استقر ملكي حتى مات العز بن عبد السلام. هذا له فتوى معينة من الصعب تطبيقها، فجاء من تعنيهم هذه الفتوى ليقتلوه، طرقوا بابه، أمراء كبار، أمراء المماليك أقوياء جداً، طرقوا بابه، فتح ابنه عبد اللطيف الباب، فهم كل شيء، أبوه مقتول لا محالة، فانطلق إليه خائفاً وقال: يا أبتي أنجو بنفسك. بكى العز بن عبد السلام، قال: والله يا بني أبوك أحقر من أن يموت في سبيل الله، يعني بالتعبير العامي يعني ما بصح لي. شو هالمقام؟ نزل إليهم، وقعت من أيديهم السيوف لهيبته، وباعهم، هم عبيد كانوا، وباعهم في السوق. فالنتيجة يعني مر معي حديث في الآثار القدسية: وعزتي وجلالي، دققوا في الحديث، لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عاملها، سقماً في جسده، أو إقتاراً في رزقه، أو مصيبةً في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. يعني يا ترى الله بيسمح لنا أن نعاني ما نعاني في الدنيا، ولكن بشرط إذا وصلنا إلى شفير القبر أن نكون أصحاء عند الله، يعني مو شيء سهل. وعدنا الله بجنة عرضها السماوات والأرض. فإذا كان الله عز وجل عالجنا في الدنيا في ضائقة أحياناً، في جفاف، في غلاء أسعار، في حرب عالمية سادسة معلنة علينا، نحن قصرنا كثيراً، غفلنا كثيراً، هان أمر الله علينا كثيراً، لم نرعى حق بعضنا بعضاً، لم نؤدي العبادات كما أرادها الله عز وجل، لم نقف الموقف الكامل في كل أحوالنا. فإذا الله عم بيعالجنا هل يتألم الإنسان؟ نحن إن شاء الله في العناية المشددة، نحن كإنسان معه التهاب معدة حاد وشفاءه مضمون، لكن يحتاج إلى حمية صعبة جداً، أفضل ألف مرة من إنسان معه ورم خبيث منتشر في كل أنحاء جسمه والطبيب سمح له أن يأكل كل شيء لأنه ميؤوس منه. فلما نسوا ما ذكروا به
فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أيها الإخوة، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. من رحمة الله بالمعاندين، من رحمة الله بالمعاندين، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يعني تقتضي رحمته ألا يرد بأسه عن القوم المجرمين. قال فأرسلنا عليهم الطوفان، قال وصل الماء إلى أفواههم فإذا جلسوا غرقوا. الماء رحمة وأحياناً نقمة. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد، أكل كل شيء، والقمل غير القمل، القمل حشرة تصيب النباتات أتلفت كل نباتاتهم، والضفادع في أي مكان ضفادع، والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين. لكن الحكمة أن هذه المصائب لم تكن عامة على قوم فرعون خاصة، وبنو إسرائيل نجوا منها. أيام تلاقي زلزال دمر كل شيء إلا مسجداً ومعهداً شرعياً. أي هي، والمعهد الشرعي لم يصب بأذى. هذه الصورة تركت أثر في العالم كبير جداً. أخواننا الكرام، المصيبة حينما تأتي، حينما تعم البشر جميعاً، لم تعد مصيبة ذات معنى. أما حينما تأتي تصيب أناساً وتبتعد عن أناس صار في معنى. يعني مثلاً هبت عاصفة هوجاء أتلفت 1000 بيت زراعي، يعني معظم الناس رأوا أن الصالحون سلمت بيوتهم، منطقة جفت آبارها، في مزرعة واحدة كانت تستقبل الرعاة ليسقوا أغنامهم من هذه المزرعة، هي الوحيدة لم يجف بئرها. يعني الله عز وجل بيعلمنا أن هالإنسان استقام. مرة أجت موجة جراد أحرقت كل شيء، قصة من 50 سنة في الشام، فما بقي شيء، لحاء الشجر أكلوا. رجل وقور توفي رحمه الله، دخل إلى بستان كالجنة، وين الجراد؟ فشيء يلفت النظر، فجاء بكمية جراد كبيرة بكيس وأطلقه في البستان، خلال ثواني تطاير وغادر البستان. قال له ماذا تفعل أنت حتى نجا بستانك من الجراد؟ قال له في عندي دواء. قال له ما الدواء؟ قال له أنا أزكي عن مالي، ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. لما تأتي مصيبة تصيب أناساً وينجو منها آخرون معناها في معنى صار. فهي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم أصابت قوم فرعون ونجا منها بنو إسرائيل، كانوا مع سيدنا موسى، لما نجوا منها فهم فرعون ومن حوله أن هذا الإنسان نبي مرسل. يعني تلاقي أن مرة حدثني طبيب قال لي جاءنا مريض معه ورم خبيث منتشر في كل أنحاء جسمه. قال لي عجيب المريض، كلما دخلنا عليه يقول اشهد لمن زاره أنني راض عن الله، يا ربي لك الحمد. قال لي إذا قرع الجرس يتدافع الممرضون لخدمته، الأطباء كذلك.
قال لي أمضينا أسبوعين كأنه الغرفة فيها جنة، لك مريض ورم خبيث لا صاح ولا شك، بالعكس وجه منير راضي عن الله. قال لي عجيب عجيب، يعني ترك أثر بالمستشفى، يعني حتى دين ضعيف اعتقدوا بالإسلام. شو الإيمان؟ لك مات شكى آلام لا تحتمل، آلام لا تحتمل، ما رفع صوته، يا ربي لك الحمد، كلما زاره إنسان يقول له اشهد أنني راض عن الله، يا ربي لك الحمد. ثم توفاه الله. قال لي لحكمة بالغة بالغة بالغة، جاءنا مريض معه المرض نفسه، ورم خبيث منتشر في كل أمعائه، يسب الدين، يسب الأنبياء، يقرأ على الجرس ما حدا يلبيه، غرفة موحشة مظلمة مخيفة، ومات. الله أطلع أهل المستشفى على مريضين بالمرض نفسه، الآلام نفسها، بس واحد مؤمن صابر والثاني كافر. أيها الإخوة، الله أرسل مصائب، بس هالمصائب هي نجا منها المؤمنون. الله قال وكذلك ننجي المؤمنين. بتلاقي واحد معه أمراض نفسية، عنده عقد، عنده يأس، عنده إحباط، يعني يتهم كل إنسان، يشكو من كل شيء. تقعد مع مؤمن بالبلد نفسه، بالظرف نفسه، بالصعوبات نفسها، بالضغوط نفسها، بالتقشف نفسه، بالحرمان نفسه، راضي عن الله. شو قصته هذا الثاني؟ مسرور، راضي عن الله، متفائل، واثق بالله عز وجل. الفرق بين المؤمن وغير المؤمن فرق كبير كثير. إياكم أن تتوهموا أن الفرق بالصلاة والصوم والحج والزكاة، البنية النفسية مختلفة. يرى أن الله يعمل وحده، علاقته بالله عز وجل. الله خلقه لجنة عرضها السماوات والأرض. مرة قال لي واحد يعني حب ينتقد كلام أقوله دائماً أنه المؤمن سعيد في الدنيا. قال لي كيف سعيد؟ والله لا يختلف عن غيره إطلاقاً، هيك أقسم بالله. وأنا بجلسة فيها شيء 40-50 شخص، قلت له إذا واحد عنده 8 أولاد ودخله 4000 ليرة ما بيكفوا 4 أيام، وبيته بالإجرة وعليه دعوة إخلاء ومريض، كيف وضعه هذا؟ قال لي صعب جداً. قلت له عنده عم ما عنده أولاد ومالك 500 مليون ليرة ومات بحادث فجأة، ال500 مليون لمن؟ لهذا الفقير، وريثه الوحيد هو، لكن حتى قبض المبلغ خلال سنة، وثائق وبراءات ذمة ومعاملة معقدة، معاملة المواريث. لماذا في هذا العام قبل أن يقبض قرشاً واحداً هو أسعد الناس؟ ما قبض شيء، بس صار معهم 500 مليون، دخل بالوعد موعود ب500 مليون. كلما رأى سيارة فارهة جداً سأشتري مثل هذه السيارة، وكلما رأى بيتاً رائعاً سأشتري مثل هذا البيت. الله قال أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. المؤمن لأنه الله وعده بالجنة، وعده بجنة عرضها السماوات والأرض. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. لأن الله وعده هذا الوعد فهو راض عن الله، وهذا الوعد بالجنة يمتص كل متاعب الدنيا. واضح تمام؟ فلذلك أحد أسباب سعادة المؤمن الله وعده بالجنة وأمرك مع الله، والله رحيم وعادل وحكيم ما بيتخلى عنك، هو يدافع عنك. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك، ويا ربي ماذا فقد من وجدك،
وماذا وجد من فقدك؟ ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشف عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم. فسيدنا موسى اجتهد أنه لما خرج من البحر يا ربي أرجعه بحراً لئلا يلحقنا. فالله عز وجل حكيم أبقاه طريقاً يبساً حتى أغرى فرعون أن يتبع موسى. فلما أغراه وتبعه ووصل إلى منتصف البحر رجع البحر بحراً فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الله هو القوي والناس كلهم في قبضته والأقوياء في قبضته والطغاة في قبضته، لكن الطغاة عصي بيد الله. علاقتك ليست معهم ولكن مع من يملكهم وهو الله. هذا معنى قول أحد الأنبياء الكرام سيدنا هود فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.